بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC مع كورس استخدام نماذج الشموع اليابانية مع مختلف أساليب التحليل الفني. عنوان محاضرة اليوم: كيفية استخدام نماذج الشموع اليابانية مع نماذج الهارمونيك. أولا، ما هي نماذج الهارمونيك؟ نماذج الهارمونيك هي أيضا عبارة عن مدرسة مستقلة بذاتها، وهي فعالة بشكل كبير جدا. ووفقا لهذه النماذج ينظر إلى حركة السوق على أنها عبارة عن نماذج متتالية ومتكررة، فبمجرد نجاح أو فشل نموذج تكون هناك فرصة لتشكل نموذج جديد، مما يعني وجود فرص مستمرة لتحقيق الربح من الأسواق. يعني الهارمونيك إذا تشكل معي نموذج أول، هذا النموذج سواء نجح وعكس الاتجاه أو فشل وعكس جزء من هذا الاتجاه، فغالبا ما سيكون هناك نموذج جديد وهكذا. وده معناه إن أنا طول الوقت على الشرط هيكون عندي نماذج هارمونيك ممكن أستفيد منها وأدخل صفقات رابحة جدا إن شاء الله. طيب، باختصار شديد، ما هي الأماكن التي يمكن استخدام فيها الشموع اليابانية مع الهارمونيك؟ هي على مستوى النقاط الأساسية التي تشكل النموذج، وعلى مستوى أكثر أهمية في النقط التي يحدث عندها الانعكاس نحاول نركز فيها على الشموع اليابانية. إذا عرفنا نرسم النموذج بشكل صحيح وأضفنا إليه نماذج الشموع اليابانية مع النقطة الأخيرة في النموذج، غالبا ما هتكون نتائجنا أحسن مليون مرة من المتداول الذي يستخدم الهارمونيك لكنه لا يستخدم معها نماذج الشموع اليابانية. وإن شاء الله قريبا سيكون هناك سلسلة خاصة بالهارمونيك. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة، إلى أن نلتقي في سلسلة تعليمية أخرى. لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح غطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.